السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في موعد متجدد من استوديو اليرموك. نرحب بكم إذن في هذا المساء الحافل حقيقة بالأحداث والتطورات على أكثر من مستوى، وسأبدأ بالحديث ومعظم الحديث في هذه المقدمة سيكون في إطار يعني خلينا نحكي العنوان العريض العلاقات الأردنية مع الكيان الصهيوني. تمام؟ البداية بتغريدة لوزير خارجيتنا أيمن الصفدي. الوزير شوفوا للإنصاف وللموضوعية، بعيدا عن المواقف الأردنية الخارجية من مختلف الملفات في سوريا ولا في غيره، بعيدا عن تفاصيل علاقة الأردن مع الكيان الصهيوني، أنا أتحدث عن ملف الأسرى وبالتحديد المعتقلين الأخيرين عبد الرحمن مرعي هبة اللبدي. كان جهد وزارة الخارجية جيد جدا، لم يكن مثالي ولا نموذجي، ولا لو كان مثالي أو نموذجي لما قعدوش ولا يوم بليلتها يعني بروحه. ولكن اسألوا أهالي الأسرة اللي هم المشتبكين مع هذا الملف، واسألوا اللجان سواء لجنة في نقابة المهندسين، لجنة مهندسون من أجل القدس وفلسطين، أو لجنة الأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، بحكوا لكم أنه أداء وزارة الخارجية الحالي برئاسة وقيادة أيمن الصفدي هو الأفضل على الإطلاق مقارنة مع السابقين. تمام؟ مقارنة مش مع أبو عبيدة ولا مع عمرو بن العاص، لا، مقارنة مع السابقين. يعني هم ما وصلوا لشيء نموذجي نفتخر فيه بعلاقة يعني بلدنا وأمتنا مع الآخر، وخاصة مع الأعداء بوداهاء عمرو بن العاص على سبيل المثال، لا، بس احنا بنقارنه بناصر جودة، بنقارنه بالوزراء الخارجية اللي سبقوا كان الأفضل. اليوم غرد تغريدة يعني بعد العصر أيمن الصفدي، شو بيقول فيها؟ هيها أمامكم. يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع، إذن تأكيد على أن الملف سينتهي قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني، اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر. شوفوا التغريدة، الفكرة الأولى بأنه عملت الحكومة على إطلاقها منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من الملك، يعني من اليوم الأول. واليوم اليوم هبة اللبدي 40 يوم إضراب عن الطعام، يعني ما كانش الأداء مثالي ونموذجي زي ما قلت. يعني 40 يوم إضراب هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي اللي خارج من مرض سرطان، قعد أكثر من هبة، كان معتقل قبل هبة، ووفق قانون طوارئ وما في عليهم تهم وما في عليهم يعني شيء أضر أو أخالف القوانين اللي احنا لا نعترف بها، ولكن هي موجودة على أرض الواقع اللي هي القوانين الإسرائيلية، وما في تهم وما في مخالفات وما في شيء جاهز، ومع هيك تم اعتقالهم كل هذه المدة وبذلنا أقصى جهد. يعني هاي بدأ تحفظ عليها شوي، إنه يعني أقصى جهد، لو كان المعتقل أمريكي روسي إسباني سويدي من وين ما كان يكون مش رح يقعد هذه الفترة إذا كانت الدولة فعلا حريصة على إطلاق سراحه. يعني إذا إحنا بدنا نقول إنه إحنا بذلنا أكثر جهد ممكن وتم الإفراج عنهم، يتم الإفراج عنهم بعد حوالي 50 يوم، يعني إذا إحنا يعني جهدنا مش كثير مؤثر، يعني بدنا 50 يوم حتى نطلق سراح أحد المواطنين اللي ما عليه ولا تهمة، مش زي المتسلل هذا الصهيوني اللي إحنا ألقينا القبض عليه، هذا جاي خارج بشكل غير قانوني وغير شرعي وليس من المدخل الطبيعي للحدود، جاي متسلل وثم إلقاء القبض عليه. إحنا بنحكي عن ناس رايحين بزيارة على الجسر، أوراقهم جاهزة وما عليهم تهم، ورايحين لمناسبات اجتماعية وتم اعتقالهم. فرق كبير. يعني على كل حال خلينا نكون إيجابيين إنه وزارة الخارجية تابعت الموضوع وكانت متابعتها إيجابية. وأيمن الصفدي عرضنا لكم في حلقات ماضية كيف كان يقابل أهالي الأسرة وقعد معهم. هسه واحد يمكن يحكي طب شو يعني وإذا قابلهم وقعد معهم؟ صح، وبالوضع الطبيعي يفترض أنه نحكي شو يعني، بس اللي قبله ما عملها ببساطة. يعني إحنا بنقارنه باللي قبله وبنقارنه في إطار الموجود، يعني ما بنقارنه بالحالة النموذجية المثلى اللي إحنا نتمناها، ولكن اللي قبله ما قابل أهالي الأسرة وما يعني تنازل ونزل وشافهم وعلى مبنى الوزارة بمليون اعتصام سبق هذا الاعتصام.
لذلك بنحكي انه الموقف كان ايجابي، دخلهم على الوزاره، كرمهم، احترمهم، احتواهم، سمع منهم، سمعوا منه، وفي جهود بذلت في هذا الاطار. فعشان هيك احنا بنحكي انه الوضع جيد. طبعا الجمله الاخيره يعني انه الملك بتعليمات صارمة طلب اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر. ما معنى مهما كلف الأمر؟ ما تفسير مهما كلف الأمر؟ في ناس تسرعوا وقالوا أنه مهما كلف الأمر يعني حتى لو بدنا نتنازل عن البقورة والغمر نطلع هبة وعبد الرحمن. لا، مش معقول، مش منطق، يعني نطلعهم بدون هذا التنازل مش عادي، يعني هذا إشي مش طبيعي، وهذا بقعد 25 سنة. يعني الموضوع مش معناته انه هبة وعبد الرحمن مش مهمين، مهمين، ولكن يعني مش معقول تكون التكلفة هيك، يعني مش معقول ننهي الوصاية الهاشمية على القدس عشان نطلع، لا لا، هو في اشي توازن الثمن لاطلاق سراحهم مش هيك. وفي ناس حكوا انه مهما كلف من امر او مهما كلف الامر انه بدنا نطلع هذا الصهيوني اللي مسكناه. برضو كان في تأكيد رسمي انه لا، مش رح نطلعه هيك ببلاش. يعني طيب شو، شوفوا هنا الدبلوماسية. أنا أتوقع أنه يعني إحنا استدعينا سفيرنا من الكيان، بدنا نرجع السفير. يعني ممكن هذا هو يكون في ثمن أنه إحنا نستمر بعلاقاتنا على المستوى الرسمي. الآن أنا بدي أحكي لكم شغلة. نتنياهو صرح، مكتب نتنياهو برضو يعني صرح في هذا الموضوع، وبدنا نشوف شو حكى نتنياهو. يعني برضو نتنياهو كان له دور مباشرة. شو قال؟ قال الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى تل أبيب، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية. يعني أنا اللي فهمته من كلام نتنياهو أنه بس يطلع هبة وعبد الرحمن مش راح يروحوا على الدار، وإنما راح يتم التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية. يعني أنا أعتقد هذه مشكلة، وإحنا إن شاء الله أنه ما بنعملها. وهذا كلام مش صحيح، كلام نتنياهو. لأنه نتنياهو لما الصهيوني قتل اثنين أردنيين في السفارة وما قعدش كم من ساعة ولا هو صار مباشرة في الكيان، استقبلوا نتنياهو بالأحضان وقال له مش روح على الاعتقال وبدنا نحقق معك وبدنا نعرف ليش قتلت. قال له روح شوف صاحبتك اشتقت لك وروح شوفها وطشه وشموا الهواء. أما إحنا إذا بعد 40 يوم من الإضراب هبة اللبدي بدنا نوديها على التحقيق وبدنا نحقق معها، هاي مهزلة. لا، تضلها عند الكيان لسه أهون وأقل بلا من أنه تيجي على بلدها وتعتقل. فأنا ما بدي أتخيل هذا السيناريو، هذا السيناريو مرفوض، لا أتخيل، وكلام نتنياهو لن أصدقه ولن أخذ به، لأنه بتكون يعني مشكلة مش صغيرة، مشكلة كبيرة إذا كان كلامه صح. وهو كلامه مش صح، بدنا نعتمد أنه كلامه مش صح، وأنه مش راح يتم يعني بناء عليه انه الاتفاق انه مسؤوليه الاجهزه الامنيه الاردنيه. يعني انا بفهم انه مسؤوليه الاجهزه الامنيه انها تجيبهم من الجسر وتوصلهم على بيتهم سالمين معززين مكرمين وتوديهم على المستشفيات الدوله ويعملوا لهم تشيك، خاصه هبه. يعني بنحكي عن 40 يوم اضراب، وضع يعني لو كان بطل العالم في اي رياضه 40 يوم إضراب بهدو حلو. فكيف هبة بنت؟ وأيضا عبد الرحمن مصاب كان بمرض سرطان، الله يشفيه ويقويه، وبالتالي هو أيضا بحاجة لتشيك على المستوى الصحي. يعني بورجعوهم على البيت وبكرة بيعملوا لهم بإشراف وبتوصيات عليا من الدولة تشيك في مستشفيات الدولة. هذا هو اللي أنا بتخيله، غير هيك ما بتخيل. يعني قصة نحقق معهم وشو ماشي التهم وغيره. بدي أحكي شغلة بصراحة، وأصبحت يتم يعني بيتم تداولها على مواقع التواصل عن هبة اللبدي، من إنه هي عندها يعني دعم لحزب الله في لبنان ولا حسن نصر الله، وفي لها صور. يعني هذا الشيء مؤكد، يعني مؤكد إنه هي يعني تعجبها سياسة حزب الله. تمام. الآن أنا شخصياً يعني كيانال الفلاحات أختلف مع هذا التوجه، أنا أختلف مع هذا التوجه، ولا أرى أنه هاي مقاومة كما ابتدأت بال2006 وكما اعتقدنا أنها مقاومة للاحتلال وللعدو الصهيوني.
وهدفها تحرير أرض لبنان وهدفها يعني ردع هذا الكيان. تبين لاحقا أمور أخرى في الأزمة السورية توضحت كثيرا، وقبل الأزمة السورية حتى في لبنان باستخدام السلاح ليكون سلاح أقوى من سلاح الدولة في لبنان، وتم احتلال بيروت بدقائق، والآن يعني انتفاضة الشعب اللبناني، أيضا هناك استقواء من الحزب على عموم الشعب اللبناني الذي يرغب بالتغيير. مناش ندخل بالموضوع اللبناني بتفاصيله، بس في تحفظات على حزب الله، وتوجد هذه التحفظات من خلال الانتماءات الظاهرة والواضحة والمعلنة وليست المبطنة، المعلنة وبدون تقية بشكل مباشر للولي الفقيه في إيران. فانتماء ليس للعروبة وليس للبنان وليس للأمة، وإنما انتماء للولي الفقيه في خلافات. ولكن إذا شخص عنده هذا الفكر، وهذا الفكر موجود في الأردن، موجود في ناس وشرائح كثيرة نتفق معهم بكثير من الملفات، ولكن نختلف معهم بهذا الملف. هذا الاختلاف مش بس لا يفسد الود قضية، هذا الاختلاف لا يعني أنهم خرجوا من دائرة المواطنة الأردنية، ولا يعني أن نتشفى بهم قدام مين؟ قدام الصهيوني. لا يعني هسه لو إحنا والله في الأردن عملنا قانون، ولو أنت عنده انتماء لمنظمات خارج الأردن بده يتعاقب، هذا موضوع ثاني، ماشي بشوف القانون بتطبق على الجميع وماشي الحال. ولكن الصهيوني يعاقب بنت الأردن صاحبة الجنسية الأردنية من أجل انتماء لحزب الله، لا ما برضى للصهيوني. هذا أنا بختلف معها، بنتناقش بنتحاور ماشي الحال، بس مش الصهيوني يعتقلها ويحاول إنه يهينها وما يسألش عن حياتها وعن صحتها وأكون أنا مبسوط، ما هي تستاهل، ما هي خلي حسن نصر الله يفيدها. لا هذا 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 ليس من المروءة إنه نقول يعني بعض الكلام اللي بنسمعه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعني إحنا مالنا ومالها. لا، هي مواطنة أردنية وهي عرضنا وشرفنا وندافع عنها ولو اختلفنا في هذه الآراء وفي هذه التفاصيل. هذه نقطة أحببت أن أوضحها وبكل صراحة. طيب ماشي الحال، إذا ننتظر قبل يوم الخميس الإفراج، ويعني ممكن نحكي بالتفصيل خلال سياق الحلقة إنه هي بفكت إضرابها اليوم، فكت إضرابها يعني بعد هذه الأخبار فكت إضرابها بتصريحات نقلت عن محاميها، رح نتوثق من ذلك خلال سياق الحلقة. ولكن يعني خطوة إيجابية وجميلة إنه قبل نهاية الأسبوع قبل يوم الخميس رح يرجع هبة وعبد الرحمن، وهذا المعتقل بعده عنا ما سمعنا عنه شيء، هذا اللي تسلل على حدودنا، بدنا نعرف هو اللي فهمناه انه بعده عندنا، يعني ما روح. هذا شيء ايجابي لانه الناس كلها صارت تتمسخر وتقول انه روح يعني من زمان، روح من زمان وهي بحضن امه ولا حبيبته ولا من مكان. ولكن التصريحات، وانا يعني خلينا نحكي ماشي، ممكن يصير في تشكيك من ناحيه ساخره، ولكن انا مع انه الدوله اذا حكت شيء انه نمشي معها الى ان يثبت العكس، يعني لانه دولتنا بالنهايه، يعني بدناش برضو احنا ضعاف بس بدناش نضعف حالنا اكثر واكثر، لانه احنا يعني واحد مسكناه على الحدود مش قادرين نتعامل معه. اذا ثبت ذلك بدنا مش بس نستهزئ، وبدنا ننتقد وبدنا نصرخ في وجه المسؤول اللي اهان الاردن واهان كرامه الاردن وما عرف يتعامل مع هذا الملف، بتشاطروا على الاردنيين وبتهاونوا مع الصهاينه، وبدنا نبهدل كل واحد فرط بكرامه الاردن وبهيبه الاردن وسياده الاردن واستقلاليه الاردن اذا تم فعلا الافراج عنه هيك لله. ولكن إلى أن يثبت ذلك، هذا بعده ما ثبت، وبالتالي إلى أن يثبت أنا مع أنه نمشي مع الدولة ونوقف مع الدولة ونقويها ونبين لها أن الرأي العام مهتم في هذا الموضوع وبده يعرف شو صار بهذا الصهيوني، وبدنا الدولة الأردنية زي ما هم بيحكون المسؤولين يعني استعيد هيبة الدولة، بدنا أيضا استعادة الهيبة بعد قصة الرابي المخزية والمخجلة واللي جعلت المواطن الأردني يفقد الثقة في دولته قدام العدو ويفقد الثقة بأدوات والقدرة على المواجهة. نستعيد شوي شوي الثقة، يعني هذا ما قتل، هذاك قتل أخطر الموضوع وروح سالم غانم، ولكن هذا على الأقل نحاول أنه ناخذ حقنا، أنه أنت شو اللي بتسوي ويطبق عليه أحكام محكمة أمن الدولة اللي بتطبق على المواطن الأردني اللي بعبر عن رأيه وبيتم اتهامه وفق قانون مكافحة الإرهاب وهو بعبر عن رأيه. هذا بنفس هذه الآلية بدنا يتحاكم أمام محكمة أمن الدولة، أو نبادله بعبد الله البرغوثي 2200 سنة محكوم بدنا نطلعه، أو 5200 سنة نطلعه، نتبادل مع الأسرى الأردنيين 21 بعد الإفراج عن هبة وعبد الرحمن. يعني بدنا ثمن، بدنا هيبة
هيبة، رسالة للدولة الأردنية، بدنا نستعيد هيبة الدولة في إطار علاقتها مع الكيان، لأنه هيبتنا مفقودة. أقول لكم الدليل، أقول لكم يعني دليل إضافي غير اللي صار في الرابي وغير اللي صار مع رائد الزعيتر، وظل يطلع علينا وزير الإعلام وقتها محمد المومني ويقول لنا في تحقيق، في تحقيق وفي تحقيق، والتحقيق شغال والتحقيق شغال، ظل يسولف فيها شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وسنة وسنتين، وهي لغاية الآن لا في تحقيق ولا في نتائج ولا في شيء، وكانت جريمة مثبتة أمام الكاميرات وغيره، وظل يسوفها ويأجل ويماطل فيها إنه أساساً في تحقيق. يعني كل يوم تصحى لجنة تحقيق أردنية ولجنة تحقيق صهيونية من الساعة 8 للساعة 3 بيجتمعوا وبتباحثوا في الموضوع، ولغاية الآن ما وصلنا للنتيجة. يعني مهزلة ومسخرة، وكان واضح إنه يعني الهدف إنه بس إحنا بدنا نماطل وبدنا نموه على الشعب الأردني. وأنا بدي أنا كمسؤول لما يطلب مني إنه أنا رح أفرط بحق الدولة الأردنية وكرامة الدولة الأردنية وهيبة الدولة الأردنية، والله استقالتي كثير أهون من أني أظلني أماطل وأقدم هذه الرواية الركيكة التي قللت من شأن الدولة الأردنية. إذا أنت مسؤول في الدولة الأردنية عليك أن تهتم أولا بسمعة الدولة وبهيبة الدولة وبكبرياء الدولة، وخاصة عند لما تكون العلاقة مع عدو. لو مع دولة عربية والمعتقل مع دولة عربية ماشي بدناش نخسرهم، بس مع عدو، مع عدو. أنا معي اتفاقية سلام هدنة مؤقتة، ولكن هذا لا يلغي أنه عدو، بدليل أنه أنا معي اتفاقية سلام معه. لو أنه مش عدو كان ما فيش اتفاقية سلام، كان ما إلها داعي، ولكن أنا في حرب، في حروب وفي شهداء وفي دماء بيناتنا، على الأقل أنه أنا أحافظ على كبريائي وعلى هيبتي أمامها. بدي أعطيكم تصريح مهم جدا، وهذا التصريح للمسؤول قبل المواطن من رئيس الموساد الصهيوني الأسبق، تمام؟ رئيس موساد، يعني كيف نحن نحكي عن مدير مخابرات عام سابق، يعني له شأنه وله اعتباره، وما وصل منصبه إلا أنه هو ابن الدولة ويمثل الدولة حتى بعد انتهاء منصبه. اسمه إفرايم هليفي أو هلفي بغض النظر، مدير أو رئيس الموساد الأسبق، وكان بيحكي بمناسبة 25 عام على توقيع اتفاقية الشؤم والعار، اتفاقية وادي عربة. شو بيقول؟ بيقول بأنه بإطار ناقد لمين؟ للإسرائيلي، للدولة. يعني هو ينتقد تصرفات بعض المسؤولين الصهاينة، بأنه بيقول رئيس الموساد أنه في السنوات الأخيرة ابتعدت الحكومات الإسرائيلية عن المملكة الأردنية الهاشمية. يعني هو ينتقد الحكومات الإسرائيلية لأنها ابتعدت عن، لأنه هو وجهة نظره سياسة أنه لازم يعني إسرائيل أنها تقترب أكثر من الأردن. هو ينتقد الحكومات لأنها ابتعدت عن الأردن، وفي إطار أنه العلاقة الفاترة اللي كانت يعني خلال الفترة الماضية. بدي أكملكم، هاي مش شيء المهم، المهم اللي جاي عليها بالإضافة. ابتعدت، هو ينتقد إذن ابتعاد الحكومات الإسرائيلية عن الأردن بالإضافة إلى احتقار، شوف المصطلح، احتقار الأردن والتقليل من وزنه والاستخفاف به. بس هو ينتقد، بس وضح لنا اذا ايش اللي بيصير. يعني بالعكس هذه روايته يؤخذ بها، هو كذوب ككل بني قومه، ولكنه صدق في هذه لانه بيحكيها في اطار انتقاد لدولته لحكوماته. ايش صارت، ايش كانت تعمل الحكومات الاسرائيليه خلال الفتره الماضيه؟ بالاضافه لانه الابتعاد عن الاردن، احتقار الاردن. الحكومات الاسرائيليه تحتقر الاردن باعترافهم، تحتقر. بيقدر يطلع عندنا مسؤول سابق من وزن هذا رئيس الموساد سواء كان أمني أو سياسي ويقول بأن الأردن والحكومات الأردنية تحتقر إسرائيل، تحتقر إسرائيل وتستخف بإسرائيل وتقلل من شأن إسرائيل وتقول أننا سنحرر فلسطين من هذا الاحتلال اللعين. في حدا بيقدر يحكي هيك؟ مو إذا في حدا بيقدر خلينا نسمعه، خلينا نسمعه، بلاش نظلم حالنا ونحكي والله إحنا عندنا مسؤولين يا رجال، زي ما هم عندهم مسؤولين قد حالهم وبيصرحوا ومش سائلين لا عنا ولا عن حكوماتنا ولا عن دولتنا كاملة. اللي بيصرح وبيقول بأن الحكومات الإسرائيلية تحتقر الأردن وتستخف بالأردن وتقلل من شأن الأردن، بدنا واحد يتصدى لهم. وين الرجل؟ وين المسؤول؟ وإذا مسؤول حالي، ليش؟ شو المشكلة إنه يطلع مسؤول حالي؟ شو المشكلة؟ يطلع وزير، يطلع رئيس وزراء، شو المشكلة؟ يطلع وزير سابق، يطلع رئيس وزراء سابق، وين بروحوا المسؤولين هذول؟ أقولكم رجل أمني سابق، بدناش رجل أمني حالي، رجل أمني سابق، وين بروحوا المسؤولين بعد ما يروحوا من مسؤولياتهم؟ غير اللي الآن بستنى الألو عشان يرجع
مرة ثانية للحكومة. المسؤولين هذا دليل على فشل اختيار المسؤولين. ولما نحكي احنا عن نهج اختيار المسؤولين في الأردن وموضوع التعديل الحالي، بأنه دليل فشل اختيار المسؤولين انهم بعد ما يروحوا ببطل عندهم، ببطل لهم وزن، ببطل لهم كلمة، بيضل لهم تأثير، ولا حتى بالدفاع عن الدولة، ولا حتى بالدفاع عن الدولة. من يتصدى لها؟ هذا ما تقول لي بعدين تصريح مش مهم واحنا مش ضروري نبلش. لا بنبلش، هذا رئيس موساد وبقول لك الحكومات الإسرائيلية تحتقر الأردن. هذه كلمة يعني كيف بنمشيها هاي؟ يعني مين الدولة اللي بتحترم حالها وبتمشي موضوع انه احنا نحتقر، دولتنا تحتقر ويتم الاستخفاف بها؟ هذا امر الحقيقة انا اعتقد انه بحاجة الى يعني انه احنا نغير ادوات علاقتنا وتعاملنا مع هذا الكيان. واحنا اجمالا علاقتنا هيك رتيبة، ويعني كل فترة وفترة حتى يطلع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ولا الناطق وبنحكي يا ريته ما طلع، يعني يا ريته ما حكى، وما في هيك تواصل مباشر. شوفوا ترامب، شوفوا اردوغان، يوميا في مؤتمر صحفي، يوميا بقابل الناس وبصرح يوميا، يعني في اكشن، في حركة. كل يوم ترامب بيطلع بصرح، كل يوم اردوغان بيطلع بصرح. يعني ليه يعني احنا بخلانين بتصريحات وبردود؟ واردوغان بوسط الرسائل ليش بقول لك ليش بتحبوا اردوغان؟ لانه بيرفع الروح المعنويه للشعب التركي. اردوغان مش اللي بيصوتوا له بس الاسلاميين، لا، القوميين الاتراك صاروا يصوتوا له، صاروا جزء من حلفه، لانه يعتز التركي بقوميته، بانه هذا الرئيس بيمثله، بانه هذا الرئيس اذا الرئيس الامريكي حط رجل على رجل بحط رجله في صباح الرئيس الامريكي ولا بيسال عنه. لما الرئيس الامريكي يوجه له رسالة ما تعجبه بمسكها وبنزعها وبوزتها بالزبالة، وبيطلع خبر انه انا مسكت رسالة الرئيس الامريكي وزتها بالزبالة. يعني هذا اللي ما حدا قادر يحكي معه، ترامب اخذ رسالته وزتها بالزبالة وحط رجله في وجه اوباما. يعني لما في فرق في امور معنوية بسيطة سهلة ممكن انك انت تزيد الانتماء والولاء وتريح الناس. انت ما رح تحل مشاكل الاقتصاد، ولما اردوغان حط رجله في وجه اوباما ما حل مشكله وما رفع قيمه الليره التركيه ولا الاقتصاد التركي، ولكن جعل المواطن التركي يشعر بالهيبه، جعله يشعر بالهيبه. وهذا الامر انعكس على العامل التركي مثلا في المانيا، لانه انت كيف تحكي معي كالماني وانا رئيسي مش سائل لا في رئيسك ولا سائل في الرئيس الامريكي وعندي دوله بتدافع عني؟ تنعكس بالإيجاب وإلها تأثير حتى على الاقتصاد، تأثير غير مباشر بموضوع الإنتاجية وبموضوع في كثير. يعني إذا بدنا نحللها وبدها دراسات، يعني بتكتشف إنه هذا الشعور الكبرياء وشعور الشموخ بنعكس على الاقتصاد وبنعكس على الخدمات وبنعكس على كل شيء. بخلي المواطن يخدم بلده لأنه بلده بتشرفه، لأنه بلده قد حالها، لأنه المسؤولين اللي بيمثلوا هذا البلد بيوقفوا قدام مين ما كان يكون وبأخذوا حقه. والأردن عنده هذه الجينات، واسألوا كل واحد عنده ناس طالعين وبيشتغلوا برا سواء دول الخليج ولا غيره، إذا مديره غلط عليه عنده استعداد يعمل مشكلة طويلة عريضة ويروع الأردن بناء عليها ويخسر شغله اللي هو أضعاف شغله في الأردن، يمكن يرجع هون عاطل عن العمل، بس ولا إنه كبرياءه ينهز أو كرامته تمس. هذا هو الأردن. خلينا زي ما المواطن بيحافظ على كرامته، المسؤولين يحافظوا على كرامة الدولة. لما واحد يحكي لي انه انا احتقر بلدك، اذا انت هون مس بالكرامة، هذا مس بالكرامة. طيب عندنا يوم الاحد موعد مهم اللي هو انتهاء المهلة وكل التفاصيل تبعت البقورة والغمر، بترجع اردنية. ما تحضروا لنا مفاجآت تفقس الفرحة، بدنا فرحة حقيقية، فرحة للشعب الاردني يتغنى فيها بانجاز. بدنا نحتفل بهذا الانجاز، بدنا نحتفل بهبة وعبد الرحمن، وبدنا نحتفل بالبقور والغمر، بدنا نغيث الصهاينة، بدنا نعمل رحلات جماعية أردنية هنا ونروح ونتبغداد ونروح ونيجي، وما يجي مع الاحترام لشخصه يعني رجل أمن أو قوات مسلحة ويقول لي ممنوع تدخل هون، لا، أنا أدخل كل مكان، هاي أرض أردنية بدنا ندخلها. فبالتالي ما يكون في تعليمات إنه والله هذه لسه أراضي، هاي أراضي خاصة، فيش أراضي خاصة، ولا عم بدنا نروح عليها وبدنا نحتفل، وإذا في أمور قانونية بنسويها. وخلي الدولة زي ما بتستملك أراضي أردنيين تستملك أراضي هذول الصهاينة، وخلينا نغلبهم. هم كانوا يدخلوا من الباب على السريع من الجانب الصهيوني يدخل على مزرعته، لا، إذا بده يدخل على مزرعته بده يروح على الجسر، وبدنا نفتشه وبدنا نعطله وبدنا نعمل معه إجراءات وبدنا نزته يستنى له كم من ساعة، بحيث إنه إذا بده يدخل الصبح ما بوصل على أرضه غير المساء هيك، وعبال ما يقرف ويترك الأرض ويقول ويبيعها ويخلص منها. أما غير هيك ما بنفع، ما بنفع. وبالتالي إحنا أنا بحكي كل هذه أمور
يعني انا بشوفها مش مكلفه ماديا، وبامكانها انها يعني تشعرنا هيك بشويه هيك نريح شوي. في احتقان شادين على حالنا احنا لانه من نكسه لنكسه. طب باحتقان هذا بنفسه من خلال مثل هذه الاجراءات. بدي ارجع لكم على نتنياهو وتصريحات له عشان نفهم احنا يعني شو بقول لك. الدول العربيه ببساطه نتنياهو لم تعد تعاملنا كعدو بل كحليف، احنا اصبحنا حلفاء للدول العربيه، واصبح هذا يعني نشهد تطبيع بين كل الدول العربيه والكيان. هذا نتنياهو كان في مؤتمر وبيحكي ببساطه انه احنا اصبحنا مع الدول العربيه حلفاء لمكافحه التنظيمات السنيه الاسلاميه. تخيلوا احنا متحالف، احنا بقول نتنياهو احنا اسرائيل متحالف مع العرب لمقاومه التنظيمات السنيه الارهابيه. يعني ربط وايران، يعني ربط اولا الارهاب لزقه بالاسلام واكد التقسيم سنه شيعه، وبقول لك احنا بدنا نواجه حتى التنظيمات السنيه مع الدول السنيه ومن ضمنهم طبعا المقاومه حماس. يعني تخيل يفتخر نتنياهو انه بنسق مع العرب. وايران احنا ننتقدها وننتقد سياستها التوسعية وننتقد علاقتها مع الدول العربية وننتقد تمددها وننتقد ما قامت به بالعراق، والشعب العراقي ينتقدها، والآن يعني غير شارع الخميني وغيروا الأسماء يعني اسم الشارع ويهتفوا ضد الإيراني. الشيعة العراقيين يهتفوا ضد الإيراني، والشيعة اللبنانيين أيضا كثير منهم يهتفوا ضد الإيراني. بالتالي الموضوع موضوع إيران على الرغم من خلافنا اللي احنا تاريخي، وحتى الان الشيعة يختلفوا معهم الشيعة العرب، ولكن بالنهاية احنا بنقول انه نتنياهو عم بخلي هاي الذريعة انه احنا عندنا صراع مع ايران، بده يخلينا البعبع، هذا يخلينا البعبع. وايران تحترم بشغلة انها تدعم الميليشيات التابعة لها، وزي ما ايران تدعم حزب الله كيدعي المقاومة ويدعموه في 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 لبنان. احنا عندنا الدول السنية لا تدعم التنظيمات المقاومة السنية كحركة حماس، أكثر من يقاومها ويحاول أن يضعفها دول العربية السنية، بدل أن يتم احتضانها ودعمها لتكون ورقة بيد النظام العربي أمام علاقتها مع هذا الكيان الصهيوني وحتى أمام الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال هو بيقول أنه إحنا عندنا هذا أهداف رئيسية من ضمنها محاربة هذه التنظيمات ومنع إيران يعني من الحصول على سلاحنا وغيره. هكذا ينظر نتنياهو وهكذا يصرح وهكذا يقول بأن العلاقة مع العالم العربي تحولت من علاقة عداء إلى علاقة تحالف. بس خلص نكتفي، نروح لوقفة قصيرة ثم ندخل إلى مجموعة من الملفات بشيء من التفصيل، فتفضلوا بالبقاء معنا.